الو مساء الخير نار معك لو سمحت نار معك واثنين فراخ ثلاث سمكات كبار وكثر السلطات ورسل الحاجات مع سالمة كل العالم يكرم سالم انسى خلافه ويشبع سالم يلا نشبع سالم والنبي يا سالم هات معك فرختين وعليهم شوية رز الله يخليك يا باش شكرا يا سالم يا حبيبي ما كان في الدنيا ضيق ومظالم بس لو نسمع مرة سالم أيوة سالم ده من زمن حالم بس لو نسمع ليش ما نسمع مرة سالم أيوة سالم ده من زمن حالم طيب ونزاهة حنان ومكار يا ريت العالم يشبع سالم أيوة سالم يلا نشبع سالم سالم دليفري مرقيقة عنده ومرقيقة مرقيقة ما عنده مبدس الجول ما بخاف من زول مبدس الجول ما بخاف من ظالم لو نسمع مرة كلامه الطالب الدنيا بتصبح مخمل ناعم كلامه الطالب يلا نسبح كلنا كلنا سالم أنا الله بعد ما صابي رجع جيب معي ثلاجة وشاحن عادي كده كنت ناوي تجي راجع تاني ولا شو؟ آه جاي استثمار خفيفة كده ورجع أنا غايت البلد دي لو مركت منها الله العظيم إلا في صندوق صندوق ذاته ما داير يا يا أخوان لما تخلصونا أنت مستعجل مالك؟ لاحق شنو؟ في شنو؟ يا أخي أنت بعدين دافع حاجة؟ كم مدى أرقوم يا أخي؟ دافع قروش أنت؟ أنت ناسينا الليلة حفلة عصام؟ يا اخي سلام ده بعدين بالليل بتتلحق يا اخي والله انا كان مشيت كندا هسه شاق العطيه ده قاعد يجيب بشيره بهلوه لكن لو تقول لي السلام عليكم. السلام لسه ما غيرتوا رايكم؟ عم زلمه نقول لك كندا قول لنا مطاعم. وكندا دي حديكم جنب الشجره دي ما ساعدوا حالكم ده شويه يا اخي لحد ما تمشوا كندا. اهلنا راجعين دولارات بالكونتينرات. بالكونتينرات؟ كده ما بتخربوا الاقتصاد الكندي. بالمناسبه انتوا بتحلقوا كل يوم؟ الراد بيكون قضيات قضية بعينكم عم سالم مش عالبير أكثر من اللزوم يا ما عنده موضوع والله العظيم أصلا ده شنو ده شنو ده تجيب لي شطة وأنا عند المصران دي ما شطة وده ده أحمر ده ده صوص صوص ها صوص وأنا عند الحموضة حموضة أنا عندي حموضة يا أخي هنا شيل 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 حاضر يلا شيل تصوح حموضة لا 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 غيروا غيروا ها يا ذا يا اسمع انا اجيب لك موز من مواسوينا اعمل لك قضيه وكده يا اخي مواسوبوك دي احتمال فيها مصيبه يا اخي يا اخي جديده وبعدين ابوي ماله انا عارف اسمع دي من وين دي ما لازم عمك سالم بالله انا قايل زول والله يا اخي امشي جيب الامواس يا اخي Thank you.
افتح افتح افتح. لا اله الا الله وحشر محمد رسول الله. ده شنو ده؟ شو ثاني يا سيدي؟ يا اخي جايب لي لكن كله زيت، كله زيت يا اخي. وانت عارف ان انا عندي القلب، عايز ترفع عليه كوليسترول؟ ترفع عليه كوليسترول يعني ولا ايه؟ ايه ده؟ ده زيت. امشي صغير يا اخي. زيت ده انا عندي كوليسترول يا ابني، عندي كوليسترول. عايز تاكلوني على مزاجكم يعني ولا ايه؟ ها؟ انا عايز اديني كوليسترول يا اخي. ده مليانه زيت. بعد ما انت ساسك كده طوال يعني ودايما على حق. ما دايما يعني. والله كان يخلينا نمشي لورا عشان اعتبوا لك. لكن والله سالم ده بارو طويل خلاص. طويل ساعه يا زي ما يرجعونا كمان. تعرف كندا دي قالوا هواء واري شديد عشان كده واحد يعمل حسابه. ما حد اشترى من هناك. خيط ابوي عنده كل كبير نشيله معاي. وين يا جميل؟ سلام عليكم. حبوب السرة؟ والله كان سمعتك باقي اليوم ده كان قضيته في كندا. افتح افتح. اه صلحنا لك حد كلها كلها تمام. افتح لازم نتأكد يا ابني. ناس عيانين يا اخي. ياكل ساعة على مزاجكم؟ لا 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 أكل. عايز تقتلوني ولا شنو انتوا؟ عايزين تقتلوني؟ يا ابني ما قلت لك ما تعمل جبنة يا أخي، ما تعمل جبنة أنا عندي ضغط يا أخي. يا حاج ما جبنة ده مايونيز. برضه بنت عمها جبنة؟ بنت عمها جبنة ولا ما بنت عمها؟ ما بنت عمها. لا لا لا. أسمع أقول لك حاجة، أنا ما عايز أكلكم ده، حبيبي أجيب لك كسرة بموية أكلها. الكسرة ما بترفع لك السكري. أنا ما عندي سكري يا أخي. فعل الله ولا فالك أهو شباب. يا سكري يعني فالله ولا فالك يا اخي. الامراض هي كلها عندك، ما عندك سكري؟ والله حاجه غريبه يا اخي. تعال يا ولد تعال. اتغديت؟ لا. تحب البيتزا؟ تعال اختر. تعال امشي اقعد في بيتكم، وكل انت واخوانك ودي امك معاك. الله يرزق زول ما بياكل زول. والله سند يا شباب زيها في الحله ما في عديل كده. زيها شنو هي شترا؟ واللي بيسا ده اتوش اربع شنو يعني. خالدة دي في العلاقة ستة. خالدة العويرة؟ عويرة لكن عنيقة. هاي عوي عويرة وانا غدا دارين بها شنو. العوارة بتصلح لكن الكلام على العلاقة. دقيقة دقيقة يا شباب ده جديد لين دي ما من الحلة دي. فتنا من الروتين والشتارة. هو ده تخصصي انا يا شباب. زيارة ولا راح يا حسام؟ زيارة يا علي. خش فيها طوالي دي. خش. والله بالطريقة دي حتخلوني نخلي كندا يا الشرق قمر يا شباب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. شرفت الحلة. انتوا عندكم صالون حلاقة هنا؟ عندنا صالون حلاقة وصالون غسيل ذات كل انواع الحلاقة. ما تحترموا نفسكم. شنو؟ انتوا ما عندكم اخوات؟ شنو؟ افتكر سمعتوا كلامي. يا اخو ده صح احنا عملنا لك شنو؟ انت مالك يا هيدا فينا كده؟ انا عارف. متسلم وما تسالف اكسلم اشتري عيني اشتري اشتري احد غير كمل بيها. مش احسن تشوفوا لكم شغلة وتحترموا نفسكم؟ استاذ حنان السلام عليكم. عليك. طشيتي من البيت ولا شنو جيتي على العطاله دي؟ اكيد اصلاحها الطويله الكره اجاك. انت بتعرف الشباب ده يا سالم؟ هاي بعرفهم مالهم؟ خليهم يشوفوا لهم شغله ويحترموا نفسهم. بعرفهم هاي ده خليهم لينا. والله يا عم سالم ما سالنا. هي قالت لنا بيطلع سالم بيوين؟ انا قلت لها بيجاي. بيجاي بيجاي. فجأة براحة قالت ان احنا عكسنا. والله العظيم والله انت لو ما عندكم اهل يقدموك انا والله اقدمكم. انا جاي لهم قاعدين جنب الشجره دي الا قطع لكم في راسكم ده. انا خلصت اللي انتوا عندكم شغله يا تمشوا كندا بتاعتكم دي اشوف لكم شغله تشغلكم شغلكم بري خمكم الغاشي والماشي انتوا معذبينه عذبتوا الناس عذاب يا اخي. وشوفوا
ده آخر كلام أنا بقوله لكم، والله والله آخر كلام. أجاكم تاني جنب الشجرة دي، الأمل فيكم الأمل ولا عذر لمن أنذر. طلع بعدين يا شباب مع سالم اللي بقى لنا في رقبتنا دي. كان ده لسه عشان نفارق وشو ده، الشغلة ما بتغطي معانا. وقايل نفسه سيد الحلة دي ولا شو؟ سيدة وبراك عارفه. اسمعوا أنا عندي فكرة عشان نتكافى الشر وتزاد. وسعت المزرعة كمان؟ خلينا لك الحلة يا أخي، تلحقنا في شارع الله؟ شارع الله صالية وطلية بتاع القضية. ساخن نار معك لو سمحت لي معك مقوم اثنين فراخ ثلاث سمكات كبار وكثر سلطات ورسل الحاجات مع سالمة. كل العالم يقدم سالم انسى خلافه واشبع سالم يلا نشبع سالم. والنبي يا سالم هاتني معك فرختين وعليهم شوية رز. الله يخليك يا باش، شكرا يا سالم يا حبيبي. ما كان في الدنيا ضيق ومظالم بس لو نسمع مرة سالم. أيوة سالم ده من زمن حالم بس لو نسمع. ليش ما نسمع مرة سالم؟ أيوة سالم ده من زمن حالم طيب ونزاهة حنان ومكار يا ريت العالم تشبع سالم. أيوة سالم يلا نشبع سالم. سالم دليفري مرقيقة عنده هو؟ مرقيقة ما عنده هو؟ مبدس الجول ما بخاف من زول مبدس الجول ما بخاف من